مركز عبد السلام بناني هو من المؤسسات الوطنية اللي كتحيل عليها جميع المحاكم ومختلف المحاكم ديال المغرب قضاة الأحداث. الفتيات اللي هما دون السن القانوني والجنائي اللي 18 سنة، وكيف قلت إما أنهم كيجيو في وضعية صعبة وإما أنهم كيجيو في نزاع مع القانون دايرين مخالفات جناح إلى غير ذلك، وكيجيو بهدف إعادة التربية ديالهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في النسيج الجمعوي عن طريق توفير الدراسة، عن طريق توفير التكوين المهني والأنشطة، وعندنا واحد العدد ديال الأنشطة، وكذلك الاستفادة من واحد الحقوق الطبيعية ديالهم اللي هما كيسالوها الدولة المغربية اللي منصوص عليها في الدستور وموقع عليها المغرب في المواثيق الدولية وفي المعاهدات والاتفاقيات، هي أننا كيخصنا نحميهم لأن سميتو مركز حماية الطفولة. مناش غادي نحميهم؟ كنحميهم من الشارع، لان الوضعيه ديالهم انهم يكونوا داخل مركز لحمايه الطفوله ماشي هي وضعيه ديال انهم يكونوا في الشارع، لان الشارع كيهدد الامن وكيهدد السلامه ديالهم. وحنا هنايا كيجيو عندنا كنضمنوا لهم مقعد في الدراسه، كنضمنوا لهم العلاج، كنضمنوا لهم الملبس، كنضمنوا لهم الماكل، كنضمنوا لهم واحد العدد ديال الحقوق اللي هما كيخصهم يستافدوا منها، وتيبقاو حتى السن القانوني والجنائي 18 سنه، ومن بعد ذلك كتكون واحد المرحله اخرى ديال المتابعه وديال الادماج، باش اننا نطمئنوا على هاد الوليدات هادو ديالنا باش يدمجوا في المجتمع المغربي. بالنسبه للفتيات مركز عبد السلام بناني، يعني فتيات المحالات على مركز حمايه الطفوله عبد السلام بناني، كاين ثلاثه ديال الفئات، يعني فتيات في النزاع مع القانون، وفتيات وضعيه صعبه، وكذلك فتيات ضحايا ديال الاعتداءات اما جنسيه وجسديه. من طبيعه الحال هذه الفتيات كيستافدوا من مجموعه من الخدمات اللي كيقدمها لهم المركز، بما فيهم الخدمات ديال الرعايه العامه اللي كتدخل فيها التغذيه والاقامه، وكذلك خدمات ديال التكوين والتاهيل اما عن طريق التمدرس او التكوين المهني، وكذلك مجموعه ديال الانشطه اللي كتاهلهم انهم يندمجوا في المجتمع. وهذه الانشطه من طبيعه الحال كتخليهم انهم يحسوا بانهم ماشي بوحدهم، بان كاين واحد المجموعه، يعني العائله الكبيره اللي هي المجتمع كتعتني بهم. وهذه الانشطه من طبيعه الحال تخلي فيهم واحد الارتياح على اساس وكيساعدهم في الاندماج في المجتمع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.